His accent always ruined my life. He'd always tell me to try to find a girl with the three B's. Brains, beauty, and personality. I'm glad you guys are laughing. I usually tell that to an Arab audience. They're like, yes, yes, the advice, it's perfect. What is the problem? Thank you, guys. That's my time. My name is Ronnie Khalil. Have a good night. Drive safe. Green M&Ms. I only eat green M&Ms. Please. Oh, yeah. Ernie. Thank you. Yep. This number called you many times. Oh, yep. Hello. Hi, Ronnie. أنا مدير البرامج في السي بي سي. إيه رأيك لو تيجي تقدم برنامج كوميدي أسبوعي في مصر؟ والله أنا مش عارف. رأيي يا روني، أنت بتتقل علينا ليه؟ صدقني المبلغ المعروض عليك ده أعلى أجر في السي بي سي. أتنزل مبلغ إيه؟ مين حضرتك؟ أنا مدير البرامج في السي بي سي. طب مش مفروض أفكر شوية يعني أنا؟ أيوه يا روني، طيارتك الساعة كام؟ بابا؟ أيوه حبيبي بابا، ده إحنا فرحنا أول ما عرفنا إنك هتشتغل في مصر. ده حتى خالتك شافت لك حلم إمبارح، حلمت بيك إمبارح. هي نفسها تقول لك بنفسها. حلمت. حلمت. روني سي بي سي روني روني. بس يا بابا أنا لسه ما قررتش. روني ما قررش لسه. ما قررش إيه؟ ده إحنا بلغنا الناس وطبعنا كروت. ده إحنا بلغنا الناس وطبعنا كروت يا روني. بابا خليك معايا ثانية، عندي ويتنج. هلو؟ السي بي سي عايزاك يا ابني. طب مين معايا دلوقتي؟ انا اللي محدش هيكلمك بعد. انا الراجل الكبير عشان كده بظهر بظهر. العقد خلص؟ العقد خلص؟ لسه. خد اديله العقد. خليك عندك انا. روني ما تنساش الضحك، ضحك مصري، ضحك مصري. عشان طلبوا منك ضحك مصري مش كده؟ بس انا هساعدك. انت مين؟
أنا الميلامين. الميلامين؟ هو أنا يعني مش بالظبط الميلامين، بس لو عايز تعرف الضحك المصري لازم تعرف الميلامين. طب وألاقيه فين؟ لو ضحك مصري روح قاوم على الميلامين، تخرج على ايدك الشمال تالت يمين، اسأل على قهوة ومعلم جيرم سمين. بس خلي بالك اوعى وانت بتقعد على القهوة تقعد على الشاي. السلام عليكم. لو سمحت الميلامين راح دورة المية على بال ما تطفح على بال ما تشرب الشاي يكون جاهز. ادفح. بس انا مطلبت الشاي. لا انا مطلبت الشيشة. لا انا مطلبتش براونيز. هدا هدا وهدا. مين ده؟ ده مش براونيز؟ بسرعة 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 مصري أمريكاني أو أمريكاني مصري تعزوني. أنت مين يا؟ أنا الميلامين؟ يعني مش الميلامين يعني مش مين قال ميلامين؟ ما قلتش ميلامين لا. افرحي بيه. طبعا جواز وسنين كل يوم غزير واكل وعيال. جواز الهنا يا جواز الهنا. راني يا راني قبل ما انسى انا حامل. قوم يا اخويا قوم قوم شوف كم بيضه في الثلاجه. قوم يا سلام يا سلام جواز الهنا يا جواز الهنا. اخس اخس عليك يا رن. انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا في بيتي في تلاجتي؟ عايز افوقك، عايز افكرك انت جيت من امريكا ليه؟ انت نسيت هدفك؟ الضحك المصري؟ الميلامين؟ ده كان زمان. انا عندي مسؤوليات دلوقتي. سيب البيضه لو سمحت. انت فاشل جبان متخاذل. انا مش جبان ومش فاشل ومش الحاجه التالته ديت. بص انا دورت عليه وما لقيتوش. الياس خيانه يا روني. لا
لو ناوي تكمل هي سكة مفيش اتنين، ومودع أهلك شد الشنطة وسيب قرشين، ابدأ دلوقتي دي ليلة مفترجة ويوم اتنين. طب ولاقي الملامين فين؟ في أم عين. البعيد مخك تخين، ما تبص لمرايتك تعرف مين الملامين، لو ما فهمتش البعيد مخك تخين. تلاقي تحكى على قهوة ومعلمين، اللي يضحك وسط حبس ومجرمين، وما يخافش يضحك وسط مسلحين، ده ملامين. لبس جوازة يضحك وسط المعزومين، واللي يضحك وسط عيال متنططين، واللي يهزر وسط السحرة في التكشيرة يلقى ضحكة وسط الترش يلقى كحكة السنين. كل اللي يضحك وسط ناس متنكدين، بتلاقي نكتة في قلب الناس متعجننين، كده انت مصري وكل مصري ميلامين، كل مصري ميلامين.